اي نادي كان النهارده هيلعب مع النادي الاهلي كان يعني انا متوقع كان هيعمل حاجه زي دي او حاجه مشابهه، حتى لو كان اكبر منافس له هو نادي الزمالك. صحيح، نتمنى يكون دي سنه حسنه يعني. احنا دي اسكس بسيطه جدا بتقرب الناس من بعضها وبتقرب الانديه لبعضها وبتقرب الجماهير، ودي اهم حاجه الجماهير لبعضها. فالحاجات البسيطه دي قد يكون اثرها اكبر بكتير من الواحد يتوقع. عندك حق يا فندم. طيب خليني اسال حضرتك التجهيزات حصلت ازاي، لانه الوقت كان قصير جدا جدا ما بين نتيجه ماتش امبارح واللي بالايجاب اثرت على انه النادي الاهلي يفوز بهذه البطوله، ومن الاعدادات بقى كمان، لان انا عارف ان انتوا كان في زي احتفاليه خاصه كمان في المقصوره لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وعارف كمان عايز اعرف من حضرتك في كواليس في الموضوع ده من خلال يعني اتصال هاتفي جامعه ما بين حضرتك وما بين الكابتن محمود الخطيب ولا لا؟ اولا هو الكابتن محمود الخطيب كلمني قبل المباراه واعتذر عن انه يجي لانه تعبان. الف سلام عليك. اللي كان موجود معالي الوزير العدلي فاروق. ايوه. ما كانش في كواليس ولا حاجه، كان في تورتايه احنا عاملينها باللون النادي الاهلي وعليها الدرع بتاع النادي الاهلي ودرع المقصه ومع تحيه مبروك بطوله الدوري. وتورته كبيره شويه يعني. ايوه. بين الشوطين يعني قطعناها ويعني اتوزعت على الناس. ده اللي كان موجود في البتاع، وسلمنا معالي الوزير درع بسيط كده من نادي المقصه، لان الوقت ما كانش عندنا يعني، يا دوبك امبارح بالليل الموضوع ده بقى معروف، ما كانش في قدامنا غير النهارده بالنهار علشان نعمل الفانيلات والتيشيرتات ونحط عليها صوره مؤمن زكريا. صحيح. تحيه له وندعي له الشفاء يا رب، اللهم امين، وانه يرجع بيته وناديه وبلده بالسلامه. هو ليس مجرد ممر يا استاذ ابراهيم، ولكنها اغنيه على الممر غرد بها اللواء محمد عبد السلام، لانه لم يكتفي باحتفاليه شكليه بممر شرفي كما ينبغي، ولمن اجل هذا تلعب كره القدم، هنشوف أن تسود هذه القيم. ادي الممر ولكنه المقصه وهي اصطفت للاعبي الاهلي وهنوم وحيوه، ولكنه اصر على احتفاليه اخرى وقدم تورته خاصه. بص لعيبه المقصه وهي بتسقف للفريق البطل وهو نازل، شيء جميل جدا جدا جدا. لهذه اللقطة تلعب الرياضة، ازاي تحتفي ببطل وازاي تتغلب عن نوازعك الشخصية وازاي تحمل التقدير لقيمة الفوز في الرياضة. طيب يعني هو ده، انا اعتقد ان لعيبة النادي الاهلي وجدوا بعض التعويض عن عدم استلامهم الدرع في هذه اللحظة من خلال الاعتراف. ما هو ده اعتراف، اعتراف ببطولتك، اعتراف بقيمتك واحتفاء بيه. هنشوف بقى دلوقتي وهو تورته حمراء من نادي المقصه والرئيس رئيسه اللي هو محمد عبد السلام لمجلس اداره النادي الاهلي. حتى الفنان اللي عمل التورتايه ده راجل مبدع يعني، ودرع التكريم من اللي هو محمد عبد السلام لمجلس اداره النادي الاهلي اللي مثله مع اعضاء المجلس الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، ومعاه اعضاء المجلس في المقصوره الرئيسيه للمباراه، تقديرا وتكريما لهذا تلعب الرياضه. لهذا تلعب الرياضه، وتوثيق رائع وقيم وراقي لهذه اللحظه. شكرا لمجلس اداره المقاصه برئاسه اللواء محمد عبد السلام، واعتقد ان حتى اللواء بكر سليم المدير التنفيذي موجود في الصوره ومنورنا. فارجو ان احنا نصدر هذه الصوره الراقيه الى مجتمعنا، علشان عايزين. انت سالتني سؤال، امتى هنلعب كره قدم حقيقيه في اجواء حقيقيه؟ اهو الاجابه اهي، لما كلنا نكون بروح اللي هو محمد عبد السلام.